خليني اروح مع حضرتك معالي الوزير للسيارات. ودايما بقالنا فتره بنسمع تصريحات من حضرتك والقائمين في الوزاره على مساله انه هناك تطور في هذا الخط، هناك تفكير مختلف في هذا الخط على نهج دول مختلفه كالمغرب مثلا انه اقرب مثال، وايضا ابتدت بقى تصريحات عن حلم السياره المصريه وما شابه. احنا ماشيين فين يا فندم في هذه الاتفاقات؟ احنا عملنا ما يسمى تيزر او يعني بروشور للي احنا امكانيات المصنع ايه ورؤيتنا ليه ايه، ووزعناها فعلا عن طريق التمثيل التجاري لدول العالم كلها اللي عندها صناعات متقدمه. هي قصه ايه؟ احنا عندنا النهارده تقريبا 12 مصنع للسيارات، سيارات الركوب والسيارات التجاريه في مصر، ولكن هو ما يسمى سي كي دي او التجميع بيضيف طاقة ويضيف مكونات محلية وبيشغل حوالي 85 ألف عامل مظبوط، ولكن القيمة المضافة بتاعته احنا عاوزين ان احنا نكبرها. فأنا عايز افتح المصنع بتاعي علشان اجيب حد يكبر لي القيمة المضافة وما بقاش المصنع نمرة 13 بقدر صغير وللسوق المحلي. علشان نعمل كده المطلوب ان حد يجي يكون عنده أخذ قرار في شركته، الشركة الأم يعني المنتجة للسيارة، أنه عاوز يطلع من البلد لموديل أو اتنين من الموديلات بتاعته، السيارات بتاعته، على أساس أنه يتخذ مصر كقاعدة تصديرية للموديل ده. يبقى خلاص أخذ قرار أنه مش هيصدر أو مش هيعمل الموديل ده هناك، غير في مصر، هيعمله في مصر. فبالتالي ينقل استثماراته، ينقل الخبرة بتاعته، وينقل قدراته التسويقية علشان يبقى سهل له أنه هو ينتج ويصدر. وقلنا ان هو كحكومه يعني احنا مستعدين ان احنا نسمع ده احتياجاته ايه علشان يقدر ينافس بقيه الشركات في العالم، ومستعدين ان احنا في مقابل القيمه المضافه اللي هيضيفها والتشغيل اللي هيحصل في المصانع والتصدير والكلام ده، احنا مستعدين نسمع وندي المميزات اللي هي المعقوله اللي هو طالبها. عايز اعرف يا فندم لغايه دلوقتي تقدم لكم دول ايه؟ بتفكروا فين؟ احنا مش بنفكر، احنا مستنيين. فاحنا كل يوم بيقابلنا حد، احنا تقريبا قابلنا 6 من الناس اللي هم جم سالوا، بعضهم كان غير جاد، بعضهم جاد وبياخد وقته عشان يرجع لنا بحاجه، وانا قلت انا همضي مع اول واحد جاد ينتهز الفرصه ويمضي معانا. طب احنا هدفي لمين يا معالي الوزير؟ لا ما لسه الوقت متهيألي بدري ان احنا نتكلم حتى على البدائل، ولكن عايز اقول لحضرتك من اكبر الماركات وابتدت انها تتكلم معانا. هل حاطين خطه زمنيه ولا احنا في انتظار ان احنا نبرم هذه الشراكه في البدايه؟ انا قلت لهم انا منتظر السمكه الكبيره، السمكه الكبيره اللي هتيجي هي اللي هنتعاقد معاها. بس الفكر بتاعنا انه ما حدش يجي يكلمنا في اقل من 50,000 عربيه نبتدي بيها سنويا. يعني سنويا هو ده الهدف بتاعنا. ليه 50,000؟ لانه اللي هيجيب اللي هيعمل 50,000 مش في دماغه السوق المحليه، يعني هيجي يحط استثمارات عشان السوق العالمية، وده الهدف بتاعه. ايضا خط الاطارات معالي الوزير الهندسيه للاطارات في تطوير في هذا الخط ايضا؟ الهندسه والنقل هي احد شركتين بتعمل اطارات في مصر، في مستثمر اجنبي وده بيصدر اطارات التراكس النقل، بيصدرها كلها لبره، واحنا كنا زمان بنصنع لسيارات الركوب والجرارات الزراعيه. سيارات الركوب الاطارات بتاعتها حصل فيها تغير كبير وطفرات في التكنولوجيا، بحيث ان اصبحنا غير منافسين فيها. فاحنا وقفنا انتاج الاطارات الركوب وركزنا بقى لنا سنوات للجرارات، وكمان اطارات الجرارات، وكمان ما احناش بننتج كافه المقاسات بتاعت اطارات الجرارات. فإحنا بنشتغل على 5 مقاسات فقط من 23 مقاس بيستهلكوا في مصر، وبالتالي حجم مبيعاتنا قليل وأرباحنا وبنحقق خسائر في المصنع ده. الهدف وده اللي قلناه ودعينا شركات للدخول معنا، الشركات دي الطلب اللي احنا قلناه يكون لك خبرة في الصناعة، يكون لك علاقة بالمنتجين الكبار أو الأسواق الكبيرة برة،
عشان اي حاجه تحصل في الصناعه دي تتنقل للمصنع الجديد يعني بصوره مباشره. وعملنا دعوه وتقدم لنا النهارده 4 مصنعين بيتم الاختيار واحد فيهم علشان نطلع من المصنع اللي موجود النهارده في سموحه، وده في منطقه سكنيه برضو ما يصحش ان احنا نكون موجودين فيها، ونطلع الى العمريه اللي عندنا ارض في العمريه مملوكه للشركه علشان نعمل المصنع، ونخش شركه مع مشغل مع شريك باذن الله يبقى شريكنا وعيننا على الاسواق العالميه نعمل ايه.